فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على الاستشفاء بالعسل والقرآن، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالشفاءين العسل والقرآن. رواه الحاكم في المستدرك. والعسل غذاء كامل نافع للكبار والصغار، وفيه شفاء للناس من كثير من الأمراض. قال الله عز من قائل في القرآن الكريم في وصف النحل: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وجاء في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخي يشتكي بطنه، أي هو مريض ووجعه في بطنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا، أي اسقه عسل النحل، فإن فيه شفاء كما قال الله في القرآن الكريم فيه شفاء للناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العسل ويشرب كل يوم قدح عسل ممزوجا بالماء على الريق، يتناول كوبا من الماء مذابا فيه ملعقة من عسل النحل ويذيبها إذابة جيدة، وذلك حينما كان يستيقظ من نومه وبعد فراغه من الصلاة وذكر الله عز وجل. فقد كان عليه الصلاة والسلام يراعي صفات الأطعمة وطبائعها واستعمالها على الوجه اللائق بها على قاعدة الطب. وفي النهاية لا نملك إلا أن نقول: قال الله في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.